المشير أبو غزالة في ذكراه الحرب والسياسة. تكلمنا امبارح عن المشير العظيم فخر العسكرية المصرية محمد عبد الحليم أبو غزالة. النهاردة هنعرض فيديو نادر جدا، كان برنامج اسمه واجه الصحافة بيقدمه الراحل الكبير الأستاذ أحمد سمير، وكان موجود في الاستوديو الأساتذة مكرم محمد أحمد وصلاح منتصر وحمدي فؤاد. واجهوا المشير أبو غزالة ببعض الأسئلة، والمشير أبو غزالة لما سئل عن حرب 67 قال إن هي ما كانتش حرب، لم نحارب، إنما كانت نكسة، لأن كان في مظاهرة عسكرية وما كناش بنحارب، كان الجيش عبارة عن جسد بلا رأس أو جسد بلا عقل. لكن المعجزة حصلت، إحنا البلد الوحيدة والجيش الوحيد اللي في أقل من 6 سنين قدر يحارب وينتصر الانتصار العظيم اللي كان في حرب أكتوبر. لكن المشير أبو غزالة قال إن حرب الاستنزاف وعمليات كتيرة جدا قبل أكتوبر كانت أساسية في التمهيد لهذا النصر. هل المشير أبو غزالة حارب في 67؟ هل حارب في 73؟ طبعا حارب في 73، وكان من كبار أبطال هذه الحرب، لكنه لم يحارب في 67. المشير تكلم كمان عن الثغرة وقال كان يمكن تفاديها، إنما كانت التكنولوجيا بتاعتنا مش بالقوة الكافية، دول عندهم أقمار صناعية وغيرها، وده بيخلينا نشاور على ضرورة التقدم التكنولوجي والتصنيع العسكري في مصر استعدادا لأي معركة قادمة إذا ما كتب علينا القتال. المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، البطل العظيم فخر العسكرية المصرية، في تسجيل نادر مع الإعلامي الكبير الراحل الأستاذ أحمد سمير. سيدتي، القائد العسكري الفذ، المفكر الاستراتيجي العالمي، المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة في ذكراه. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.